صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده 1/8 قررت اعمل معاكم انبوكسنج. جبت منتجات ازهى وايتنج، طبعا ده كان عرض، جبت فيه كذا حاجه. هنفتح بقى الحاجه كده مع بعض، نشوف ايه المنتجات اللي انا جبتها وايه الحاجات اللي انا محتاجاها الفتره الجايه. طبعا انا قلت لكم ليه النهارده 1/8، علشان المنتجات دي كلها انا هجربها لمده شهر، شهر كامل. عايز اشوف النتيجه اللي انا هوصل لها، هل هي النتيجه هتبقى كويسه. يعني معظم الناس اللي كانت عامله ريفيوهات على المنتجات دي بيقولوا ان النتيجه مثلا بتظهر في خلال 3 اسابيع، لكن انا بالنسبه لي هكملها لمده شهر كامل وهشوف بقى الفرق. طبعا انا هنا طالع من غير اي فلاتر خالص، والفيديو اللي بعد كده لما اجي استخدمهم ان شاء الله برضو هطلع من غير اي فلاتر، عشان اشوف المنتجات دي هل هي فعالة وكويسة ولا لأ. فتعالوا اوريكم ايه الحاجات اللي جوه العلبة دي. طبعا اول منتج معانا هنا غسول ارجنتو. هنا هو مكتوب عليه ان هو منظف لطيف، يعمل على ازالة الاوساخ وما بيسدش المسام، وبيحتوي على مضادات اكسدة ومقش لطيف، يعمل على ازالة خلايا البشرة الميتة. فدي حاجة حلوة جدا. طبعا احنا المفروض عشان لما نيجي نستخدمه بنبقى نستخدمه على بشرة مندية كده او مبللة، وبعدين بقى نقعد ندلك كده لغايه ما يبدا يعمل رغوه لمده دقيقه، وبعد كده بنغسل وشنا. تعالوا اوريكم برده شكله من جوه. اهو لسه ما استخدمتش الحاجات دي كلها، هبقى استخدمها بقى معاكم واقول لكم رايي فيها. تعالوا بقى نشوف المنتج اللي بعده. هنا دوت الازهى سيروم، حتى مطقمين معايا. هنا برضو الخصائص بتاعته انه بيعمل يعني في فيتامين سي بنسبة 10% وحمض الهيدرولونيك والكولاجين، ويساعد على اشراق البشرة البتة، وبيخفف ظهور البقع الداكنة، وبيعمل على تفتيح وتجديد البشرة، ومقاوم للخطوط والعلامات التعبيرية والتجاعيد. فده حلو. طريقة استخدامه طبعا لازم نستخدمه بالليل، بنحط من 6 لـ 8 نقط على أطراف صوابعنا، وبعد كده بقى ايه بندلك. وأهم حاجة يعني لو هنستخدمه نحط واقي شمس، علشان يعني اللي هو الصن بلوك، علشان ما يحصلش نتيجة عكسية. بس يستحسن ان احنا نستخدمه بالليل قبل ما ننام، ونسيبه بقى على بشرتنا. ماشي. تعالى اوريكم برضو شكله. العبوة دي 30 ملي. هنا العبوة بتاعت الغسول 200 ملي، يعني هي ازازة كبيرة. بصوا شايفين الفرق اصلا. فتعالى اوريكم شكلها من جوه. ازازة سيروم صغيرة اهي، عشان تبقوا شايفينها حلو. هنبقى ايه نستخدمها مع بعض. بعد كده معانا كريم التفتيح اهو، برضو الاستخدام بيساعد على تفتيح البشرة، الحصول على بشرة موحدة، الحماية الفعالة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب البقع الداكنة، لأنه بيحتوي على عامل حماية بنسبة 20%، وبيستخدم للوجه والبشرة. طريقة استخدامه بنحط كمية مناسبة من الكريم ده 2 مرات يوميا على الوجه والمنطقة اللي احنا محتاجين نستخدمها. ويستحسن لو احنا نتعرض للشمس فاحنا نحطه قبل ما نتعرض للشمس بمدة 15 دقيقة. وطبعا ايه
ده برضو شكله. انا جبت بصراحة الحجم الكبير، يعني هو ده ما كانش العرض، بس انا زودت فلوس اكتر علشان تجيلي الحاجة بالحجم الكبير ده، 75 ملي. هو اصلا كان هيجيلي 20 ملي، بس انا زودت وخليتهم 75 ملي عشان اخد مدة الكورس بالكامل. بقى طبعا هنا ده اللوشن، لوشن تفتيح برضو للاماكن الحساسة، زي مثلا الكوع بقى، الركبة، الحاجات ديت بيفتح. هنا تركيبة غير دهنية، غير لامع، سريع الامتصاص، لا يسد المسام. فهو هنا برضو بيساعد على توحيد لون البشرة. طبعا بتحبوا تستخدموه في المنطقة اللي انتوا محتاجين او شايفين ان هي عايزينها تتفتح. طبعا ده 100 ملي، برضو كان جاي لي الحجم الصغير 30 ملي، بس زودت وخليته يبقى 100. طبعا كل ده بفرق فلوس زيادة. فهنا انا الاربع منتجات دول جبتهم علشان امشي لمدة شهر عليهم واشوف النتيجة هتبقى فعالة ولا لأ. هنا الغسول والسيروم وكريم التفتيح واللوشن بتاع التفتيح. فبس كده هجربهم معاكم وان شاء الله اقول لكم على النتيجه اذا كانت كويسه ولا لا. وبس كده، بشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.